قولي لا اله الا الله قد ما بديك وانا بقول معاكي. شو يا جارة؟ يلا يا جارة. والله اشتقنا لك. ولو يا جارة ولو انا حدت هلا هالصاي بيجي. هلا فنجان الشاي بيجي ولو يا جارة. اليوم مدللينك اخر دلال. انا بحب الشاي كثير تحت ايديك. اليوم ما خليناكي تدقري شيء. يا حبيبتي انت حبيبتي يا قلنا لا لازم يعني. الله يقدم لكم الصحة والقوة يا حبيبة قلبي. انا كنت قدكم كنت ما اقعد دقيقة. بس هلا شو بدنا نعمل؟ الحمد لله. لك الله يعطيك الصحة والقوة يا رب. طلع دقت ابنك احلاق دقنك. حلو هالمثل. مكان. حبيت. مكان احلاق دقنك. لك هلا طلعتوا انتوا بسم الله ما شاء الله انت الكنة والبنت الثانية بنت عمك وام حسين بسم الله ما شاء الله. الله يخلي لكم اولادكم. انا هلا عد على الحيط. لا لا انت ست الكل وانت تاج راسنا. الله يقويكم. هلا شو عم نعمل هلا مرت عمي؟ عم نلم هالجليات. ايه عم نحط الصحون بالجلاية. الله يبعث لكم العافية. لانه قلنا ما بدنا ومسحة هالبور هون. كله صار نظيف مثل التلج والشقفة بعدها محله مشان النفسيه ترتاح. شاي ولا قهوه مرت عمي؟ نعم حبيبتي انت شاي. انا عم بعمل شاي. ايه شاي بس بعرفك شربت قهوه. ايه اكيد شربت قهوه بس لا ما بدي قهوه بدي بس شاي. بدك شاي تكرم عيني. الله يكرمك. لك الف طلب مثل هالطلب. شفتي ما احلى هالجاره نظيفه خفيفه ظريفه خاي قهوه مرت ما بنعذبها ما منخليها تتعذب بالكبة. بس هالمشوار مشوار الجاي منطلع الفهد مشوار الجاي تخيلي 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 نعملها. شفتي 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 ام الرور كيف عم تستلمني؟ هيك بتعمل فينا ليلى. شو رواق رواق شو شو عيديلون عم بحكي لها ام حسين عليكي انه بس كنت اطلع لهون اقول لك ليلى تقولي لي جيبي لي معك كيلو برغل. بس كيلو بس كيلو بطلع هون بلاقيكي ناقعه برغل ناقعه 3 كيلو. ليش ليلى نقعت وما نطرتني لحتى انا جايب كيلو مشان نسهل بالشغل مشان نسهل بالشغل. ايه دايما ليلى نقعتي الكيلو ونص امانه برقبتك كيلو كيلو حياه ولادك 3 كيلو يا محمد مرت عمي ما بدنا ناكل ونشبع. الله اكبر ما بدنا ناكل وننبسط يعني الله. تخيلي تاكلي وتقولي ييهول هن خلصوا. لا ابدا ما بيصير ما بيصير. لا اكيد لكن في مثل كده بدك تحن حسابك على يومين واكثر كمان مرت عمي بتهلك بتتعب. في مثل انا مصروف انا مصروف. اسمعي اسمعي المثل ماما. نعم ها اسمعي المثل ماما. هلا هلا بدها تجود. ها هلا بدي جود بالموجود. انت لو تشوفي امرر وينيه وينيه لو بتشوفوا ليلى وينيه امرر متصفحين انا وياها على البار. خليت بيدك بايدي. لا والله والله يا حزري ام حسين اعطيك السكين. لا يا حبيبتي انت والله بايدك ابدا. لا حبيبي يا رب بدنا شاي شاي هلا يا ام حسين. الله يسلمك ان شاء الله صحتين صحتين والف هلا يا رب. اذا زوجي بيحب مبلا انا هلا والله اشتهيت الريحه. انا بحبه يشطف تمه يعني 10 15 مبلا ريحتهم بتشهي. فوالله يا مرت عمي في مثل وين رايحه بلا ما تسمعي المثل. هلا هي مرت عمي وين رايحه؟ لا وين عم جود انا وعم جود انت بتروحي يا مرت عمي؟ ما حكيتها منك يا الوفيه جودي تفضلي. قال في مثل بيقول وين رحت انت يا مرور مرور قشت. في مثل بيقول اذا طعمت شبع اذا ضربت وجع. وجع بس اول مره بسمع هالمثل. انا اول لكن كيف عرفتي كملته؟ هذا من تاليفه عرفتي كملته من ماما مش يعني هيك يا ياكل وجع كل وشبيع يا طول وجه يا كل وشبيع نفس المعنى نفس المعنى هي كله نفس المعنى او ليلى كله هو يصب في نفس المعنى نفس المعنى. طيب هلا هم اكسبليكي ليلى انه ليش هلا قلتيها؟ لانه مرت عمي عم تقول ليش بتكتري؟ انت خايفه نعمل كبه وما تشبعي؟ خايفه ما شبع ضيوفي. انا ضد عقلي ضيوفي يقوموا منهم شبعانين اعوذ بالله. انا اذا ما ضيوفي اكلوا وحملوا معهم انا ما بتهنى. اسمعي مرتك شو قالت؟ قال ياكل وشبع يقتل وجع. لا لا اذا اكلت اذا اكلت اذا طعمت شبع. اذا عيدي اذا طعمت شبع شبع اذا ضربت وجع. عيدي ايدك شكلها هي يا ويلي. انا هربانه انا هربانه. عيدي لا ضرب الحبيب زبيب ليك. هلا جوزي 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 كلمة واحدة بتسكتني حق معك جوزي. ادهشينا ادهشينا بموت العراق العراق العظيم. ف
طالما جايين من السفر وجايبين معنا الحلويات اللذيذه. مرت عمي هذا انت ما عرفتي شو هو؟ انا هلا الكادويات اللي اخذتها لمرت عمي الهدايا في اشياء هون هي ما انا ضايقه منهم، يعني في اشياء انا جايبه مثلا مثل هذا جايبه بس هيدا، فهلا بتدقي عندي انا وهذا ما شفت منه وهذا ما شفت منه هذا ما شفت هلا بتشوفي منه هلا ما شفت منه. شوفي ماما هل كنا بس تسافر في شيء مخبي في شيء في هيدا كمان. على فكره في حلويات ايرانيه مش كل شيء عراقي كمان. الله فداكي فداكي فداكي. انضلق الشهر انضلق الليله انضلق الشهر. مرت عمي بس نعم. انا ما حاحكي هلا، بديك تقولي لي شو اطيب شيء لانه انا في وحده بيناتي هون نعم هي اطيب شيء فبدي اياها هي تحذره. بدي اياها هي تعرف. انت قولي لي لسه عم بتطلعي جايبه لك لسه عم بتطلعي. بدنا ندوق من كل شيء هلا الحبايب مجتمعين. يا مرت عمي بدك تدوقي ال العراقي ولا الايراني بالاول؟ ما عندي مشكله المهم بدي ادوق كله نتحلى بعد الاكل ان شاء الله تذوقيني كله من عباد الله. يلا ما تقولي لي من بعد اللبناني ما في عشان تريدي الحلويات اللبنانيه كثير طيبه والحلويات العراقيه كثير طيبه سبحان الله بدون شكر. بس شفتي يا ليلى انه الحلويات اللبنانيه بتبرم كل البلدان كاني اكلت اول هلا اختي. بس والله شفت حلويات هلا ذوقيهم شوفيهم بعدين نحكي. ما كلها ليلى عمو حبيبي ايش ايش كثير مميز اختي ما في عندنا منه هذا نحن. ريحته مثل اللي خدتي لي اياه. اه شفت انه اخذت لها منه مثل بتنسى ما بتنسى لا منه مثل هيك. شفت انه الكن شفتي عم نرور انه الكن بتتذكر حياتها. آه شفتي نفس الريحه من دوق لنشوف بس ريحتها بشق القلب لكن ريحتها وصفة ريحتها ايه عبت الارجاء. هلا لبين ما كانوا داقوا عطوني رايهم. لا لا هل هذا سمن الحموي سكر ايه هذا يمكن طاغي عليها ريحه الزعفران والهيل. انا هيك حسيت وهيل او شيء هيل قليل فيها الهيل قليل. بس شو بتطغي عليها ابو حسين؟ ملعقة السمن الزبدة السمنة سمنة شو؟ عنجرة صحة وقلبها. هلا بدي ذوقك هذا الحلو. هذا الحلو مثل ما شفتيه بالفيديوهات مرت عمي لما شالها هيك مثل خيطان. ايه الله من حالة الرز ملعقة هيك وخبطها مثل حلقوم. هيدا طيب هيدا طيب انا كثير عجبني. النيلو غلفها لانه رايحين سفر يعني بدها تطلع طياره فكيف بدنا نفتحها؟ الله اللي يعرف. اللي دقناه شيلو هلا اللي دقناه عم ناخذه لهونيك. مرت عمي على اساس اليوم ما اكلنا شيء مثل هذيك او ليك اليوم انا قلت ما بدي اعمل لها حلو لانه الحلو موجود فالله يسلم هديت ان شاء الله. مرت عمي حلاوي اللي عندي بدي ذوقي. ليكو هيدا ليكو القوام شايف القوام حلاوي الصوفيه صح مثل امي بس ما نفس الطعمه. ايه هلا ذوقيها ما ينقط عتيبك. هلا ما حدا ينقط هلا ما حدا ينقط عنا جنبي تعالوا لدوقكم هيدي ام حسين بدي ريحه العبيد بدي عن جد صح سمسم بس ما شو يحطين معه الله اعلم شكله مثل الحليب شو فيه اللي عندنا امي بس طعمته شوفي سكره خفيف ليكي ما طيب كثير اطحيني روح حليوي شو فيه اطحيني طغي انا عنجد ليكي شفتيها ام حسن انا ما بحب الحليوي شو فيه شفتيه مره كانه حليوي شو فيه بس بالعبيد يمكن فستق العبيد او شيء طحيني فول سوداني لانه ريحته هيك ام الروح بدي اياك تدوقي هيك انت هيك هيك انت عربي ام الروح هيك ارميلي عيونك لوشي انا حليت على الاخر يعني سكر هي رواق منا حبيبة حلو بس هذا منه حلو حلو كثير هذا مثل حلاوة طحينية هلا ورا ايوه لا حلاوة طحينية كثير فيها سكر بس هي اقل هي سكرها خفيف هي اقل طيبة ام حبيبتي غلطية طيبة هلا ما غطية قولي بالك ما بلكي حدا استحلى يسالني لما تنجح قهوة قدامه بدك يا استاذ بدنا معلق يلا من بعد امرك هيدا الكبار مرور هيدا الدهين الدهين بيقولوا عنه طيب هلا شوف ريحته دهين وما ادراك ما الدهين هيك ريحته ما انا قويه مثل غيره دقي يا امي هيك حلويات ما في امي في عندهم بقلاوه مثلا في عندهم اشياء مثل عندنا بس هي اشياء ما عندنا عمرك مزوقه
كل عمرك ما ذوقي اما مرور اسمعي مني ذوقي ام حسام ذوقي يا اختي ذوقي هيدي والله يا احلى ليك حدا وقيت انا بدي اقرا الله يرضى عليك انا بدي اقطع تخيل ماشي قلبي عيد اكلت خير الله ام مرور ليك قد ايه ليك نقطه جازل هند طيبه نقطه جازل هند طب جازل هند جازل هند عن جد يعني الباقيين ما حاقول لك عليهم بس هي ذوقي كثير طيبه بيرفكت هلا بدي ذوقك هيدا هي مال هيدا هي بسموها بالعراق الجزريه هي بدها تعجبك مثل الحلو اللي عمل بس جزريه ما يعني من العراق جزريه يعني من الجزر معموله من الجزر اه ما كان كمان طحنينه في عندنا نحن جزريه من الجزر عن جد في عندنا من القرع عن جد في عندنا من جزر الهند الاسر تبعه والله جعبي لي ذوقهم انا هلا ولا مره صار لنا زمان ما شفناها بس قد ايه اللي بطرابلس ولا مره ما بعرف شو اللي بالشوكه زي بدك حبيبتي انت بسم الله تمام شيل يا كلها 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 يلا تمام انا ما بدك حليتي ما حكتر الكون لا والله ما حكتر هاني بس ما حكتر الكون انا لا فيك ذوقي ام حسين ما تاكلي هيدي كملي هاي ذوقي وعطيني رأيك هيك طعمتها غريبة ام حسين هيدي طعمتها غريبة فيها نعم من الزفير عن جد مانا مثل الجزرية لا ما لقيتش فيها ليلى ذوقيها انا هلا بدو انا هلا هيدي فيها نوع من الزبدة دوي يا سكر عليه سكر هذا ايراني لا والله ايه هذا ايراني هذا ال لا مع حلق ام حسين على هذا بقلاوه هذا صابون شو اسمه صابون نسيه ليلى خلاص حليت ما حقش لك ريحه لون وصفه هذا توصل انا خليه يدوق دوق انا بحب هذه صح والف هلا تفضل عشان ذوقي وسام انه نزلت على حلو حلو انا ما حاجبرهم لانه حلو كثير بس انا بالنسبه لإلي النمبر 1 بينهم هدول كلهم ما بده ايه ما تعملي شو النمبر 1 انا النمبر 1 لهلا هو في صهون وفي غاز الصهون بحب هيدا مرور كثير يلي بقلبه شو هل عندنا منه لا غير كمان ايه اشبهها بشبهها ماما يمكن تشبهها بالطعمه بس كشكل لا هي ذاتها هي ذاتها هي ذاتها طيب كثير كله طيب كله طيب بس هيدا هيدا حيعجبكم كثير خلينا هيدا يا رواء منه حلو خفيف منه سلبه خفيف من ايه منه سلبه ايه منه سلبه صح كثير خفيف بس حد له هذا مفتوح هذا بيشبهه ايوه هذا هو الطيب عن جد ما هيك عن جد هذا حسين طيب. هذا نمبر 1 انا هذا يعني مروه يعني لو فيني احمل بالطياره يعني قد ما فيني احكي ما بقول لا تركت وزن بس انا بس مشان هيدا تفضل ابو حسين انا عبالي اعرف كيف هذا بنضندوقه لانه منه سلوى مدي شو بيصير والله حبته كبيره ما فيني انا ما فيني علي بس لك اياها ما فيني علي حبيبي اسمي لي محمد لا انت ومرتك لا انت ومرتك والله لا انت ومرتك يا ابو حسين تيلي ما حرمي امرور خير لي بوشين هذا اقسم لي اياها لمرت عمي بس والله منها كبيره خفيفه هي اما حبيبتي ما بقدر الله يحن عليك ليكو شطاريه جايتي كلنا من تلشي ليكو شطاريه ذوقي مرت عمي هذه طيبه هي طيبه هذا منه سلوى هي خفيفه ما فيها سكر هي ما فيها سكر كثير بسموها بالعراق المنو السلوى منو سلوى بالعراق انا اعطيني اياها يكون فيها سكر كثير ما عندي مشكله صح هو الف انا شو يعني سلوى منو سلوى عن جد بدي اسال حبايب قلب العراق من هو هي الحشره اللي بتجي على المزروعات وسلوى نفس الكلمه هي وحده اسمها سلوى في عندهم طب ليه بسموا الحلو لكن من هالي نزلوا من الجني هذا بس عم تقول المن بيرجع على 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 الحشره الحشره بتجي على هذا هي حشره اسمها من وسلوى وحدي اسمها سلوى هذي حد هاي منك ما عنو سلوى وإحنا جايب شان نتعطى محلها الألم نحكي بالدنيا بالدنيا أبو حسين فهيدا شو كان اسمه يا هيدي هذيك ايه شو كان اسمه هيدا ده هون والله نسيت والله ما بعرف هيدا اذا ذاكرين عن محل الطاحوني محل ما كنت عم صور لكم السمسم عم يصير طحينه هيدا كان مفروش بالجوز وشو ما بعرف نسيت شو اسمه للامانه نسيت فهيدا حيعجبك كثير يا مرتي عمي هيدا كثير طيب وكمان هيدا منه حلو عم حبيبتي شو بدنا ندوق لندوق
شو بدنا ندوق لك برمي هيك برمي هيك قال لك حبيبتي هذا اخر شيء ما بدوق غيره هيك يلا هيك ها هذا رزقتي هيك هي خلص ما بدوق غيره والله ها خلص ماشي يم مثل الفس... مثل اللي اسمه بتجيبه من طعمية زبدة الفستق نفس الطعمة نفس أي زيتة دقيقة رورو لا حبيبي دقيقة مسايم أمينة سمي يا لو سمي سمي أمينة ريحتها وصلت سمي يا شاي أي بكتير ريحتها هي زيتة طيبة حلوة ريحتها طيبة 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 الفستق السوداني فستق السوداني صحيح امي عن جد هيك هذول كلهم هالحلويات عن جد حلويات بده يتحلى هي شو ليلى يتحلى يتحلى ما يقعد يطيق الصوت انا ما بدي استرجي افتح لكم كثر ما حسيت فسر فسر بس من دون ما من دون ما تدوقي خلي حبايب قلبي هني يفسروا تحيه افتحيه وحده من دون ما ندوق من دون ما ندوق تحيه وحده بقلبها لا لا ليلى لا حرام اختي افتحي افتحي يدي افتحي وحده منهم افتحي وحده منهم رورو هاتي لقلك لا ما فيني انا اذا بتطعميني لا شوفي شوفي قلبك كيف تجي شوفي قلبك مثل جده في غزل بنات رورو خدي شعره صغيره شعره غزل بنات خدي شعره صغيره بكلام لا لا غزل بنات صافي زمان غزل بنات دوقي دوقي ام حسين ام حسين غزل بنات بس بدي ولا شيء اخر غزل بنات معروف ايه بس بتعرفي طعمتها كيف فيها طحينه صح وانا طبيعي قال لي انا ما اخذت شيء بس طيب طلع وانا كمان بعده طيب هي هاي طيب حبيتها انا حلو حلينا والله الله يعوض حلو والله على فكره كانه حطي معه في فول سوداني ما هي فول سوداني صح طيب تعرف ليلى هالشخصيه هون شو والله ما بعرف يعني السوداني بهالوصفات كلها هيدا طيب هي غزل بنات هيدا كان مؤسس هيدا الماركه معقول ايه تاسيس عام 1281 هجري يمكن والله ما بعرف بس مكتوب على الايراني هاي بونبوني لا مش بونبوني هاي ما نو سلوى لا هي ما بدي لك إذا ما نو سلوى تخل بونبوني لا هي ما نو سلوى قلنا ما نو سلوى ما نو سلوى حطينا برا هي نفسها بس احذري ما نو سلوى شو هيدا مرت عمي ما نو مثل هيدا هيدا ما نو سلوى هيدا شو قلنا عنه الزلمية هيدي اه شو قلنا عنه والله ما قلنا هيدا لا انا فهمت على العراقيين شو بيحكوا ما بعرف لهجتهم لهجتهم ما مسكنين ما شاء الله عنكم الله يعود عليكم ان شاء الله باذن الله بتروحي بتسافري بلد بتزوري كل البلدان ان شاء الله يا رب ان شاء الله جمعا امين رب العالمين مع السامعين متابعيني ان شاء الله والله انا مستحيل ارجع اروح اذا الله كتب لي عمر والله عطوني بدي اروح الحج بدي ان شاء الله يا رب تكتبوا لنا الله كريم الله كريم اكتبوا لنا الله يرزقنا واياكم الحج كلياتنا يعني تخيلوا لو هيك مرت عم تخيل ان نجمع الحاج الحاج كم شخص بيسعي عم حبيبتي الله كريم ملايين يعني موسم الحاج كم ملايين ملايين منيح نحن مليونين و200 الف تخيلوا نجمع هناك بيسعنا ان شاء الله ان شاء الله يعني المكان مناسب الله يجمعنا ان شاء الله يا رب اذا ما كان بالدنيا ان شاء الله بالاخره بس الحاج بس الحاج بده شويه وشويات مثل بيقولوا ما كلمه شو يعني شوي شوي يعني الحج بكلف اي اكيد بده شوي بده كثير بس الزياره الزياره تقريبا تقريبا بلاش يعني يا بنقول الله يسعدنا اياها والله والله بده ان شاء الله ينوي باذن الله الله بيعيد اذا مش حج عمره ما رجع ان شاء الله ان شاء الله يا رب وعلى الاردن وعلى سوريا وعلى تركيا وعلى مصر محل ما بتروحي على اي بلد ارخص من انك تروحي على الحج ليه ما بعرف لانه في اوتيلات وفي ما بعرف وكمان انت عم تحكي على بلد كمان اللي بيقعدوا كمان بيقعدوا ما عم لازم يكون العكس فكيري. صحيح حطي اصبعتك فيها دقرية دقرية هيك 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 فركي فركي اصبعينتك فيها اثنان بقلبه بمشي لي منه شي بس هيك فركي دايكي فركي 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 ثلاث مرات واحد اثنان ثلاثة اربعة شمي شمي من قلبه رف شمي لا فركي من خارج من جوا دقري من خارج ايه في بحر ما تعمل يعملي معنا بوفيس أو شيء ها 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 نفسه بيكس كان يجي قديم البيكس ده بالصدر فيه أبو فيس بيجي بتحس أم حسين لما بيكون كل إنسان مرشح لما بيكون بيفتح بيفتح ال مجال التنفسي كله وصل لهون والله يا أم حسين بتحسي إنه راسك كله بيفتح جربه أبو حسين جربه يلا جربه أبو حسين شيلي غروضك بسم الله أفرق إصبعينك فيها بس ما تشيل ما تشيل تحطه لا Thank you.